اليوم الرابع عشر من شهر أبشير، أعطيتهم المجد. تقدمت فرأيتك أمامي في كل حين، أمسكت بيدي وأصعدتني على جبلك، وهناك تضيء علي بنور وجهك وتملأني من مجدك، وتفتح قلبي وحواسي لنعمتك، وتهبني الاتضاع الحقيقي والشبع بك، وتنقذني من أعدائي، وتثبتني فيك، وتهبني حياة أبدية من خلال الاتحاد بك، وتملأني قوة بها أهزم جيوش العدو كجندي صالح لك، وتطعمني من المن المخفى، وتظللني بسحابة مجدك. ربي يسوع، ثبتني فيك، وعرفني ذاتك، واملأني من حبك يا محب البشر.